اهلا عبودي ومهدي، اهلا اهلا. راح اعمل فيكم مغلب يا حبايب قلبي نور. طبعا قبل ما اقول لكم شنو هو المغلب يا جماعه، مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا جايين لكم فيديو جديد من يوميات عبود ومهدي. قبل لا نبلش بالفيديو خلينا نصلي على الحبيب محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، اذكروا الله يا جماعه الخير، لا اله الا الله. هذا المغلب من احد من المتابعين كاتب لي: يا ابو عبود اعمل مغلب عبود ومهدي، انكم بدكم تسافرون على سوريا انتم عبود وتخلون عبود ومهدي عند بيت جدهم. طبعا كثير ناس معلقه على هذا الكومنت وعجبهم هذا الراي، ف مثل ما قلنا لكم نحن نهتم برايكم ورايكم يعجبنا، واكيد انه لما انتم تطلبون هذه الاشياء وحابينها نعم راح نسويها مهما كلفنا الامر. طبعا يا جماعه لا تكتبوا لي حرام وما حرام، راح نسيبهم مغلب ونشوف شنو رد فعلهم، تمام؟ هو بالتالي هو مغلب. طبعا خليكم مع الفيديو مشاهده ممتعه، لا تنسونا باللايك بالاشتراك تفعيل الجرس، والحين راح نروح نشوف ردة فعل عبود ومهدي، هل يسمحون نروح ولا لا. طبعا الكاميرا ما راح تكون مخفيه، راح تكون عليهم. انا اعمل حالي اتصل بالتليفون انه خلاص نحن جاهزين وعبود ومهدي راح نحطهم عند هاري، وبعدين نفوتهم بالسالفه، تمام؟ يلا يلا. مرحبا يا جماعه، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد. قبل لا نبلش الفيديو اللهم صل على سيدنا محمد، اذكر الله يا جماعة الخير، لا اله الا الله. جاني اتصال بس دقيقة. الو، هلا اخوي، هلا، كيفك؟ شو الاخبار؟ ايوه انا ام عبود. ايوه لا، عبود ومهدي ما راح اخذهم، راح احطهم عند بيت جدهم. ليش بابا؟ ليش بابا؟ انا اسف، ما مشان ما يتعبوا لانه الطريق طويل. تمام، نحن جاهزين هلا بنوديهم عند بيت جدهم وهلا بنطلع ان شاء الله. ليش بابا؟ ما ان شاء الله، يعطيك العافية، السلام عليكم. ليش بابا؟ وين بابا؟ وين بابا؟ عبودي البارح حكيت مع زلمة أمك بدها تروح على أهلها وأنا بدي أروح أشوف عمامي، فهمت علي؟ أنت ومهدي الحلو تضلون عن بيت جدو. لا. ليش؟ ليش؟ الحين ضبينا الأغراض وبدنا نروح، ضبينا لكم شوية أغراض مشان حبابة تلبسكم وتحممكم، أوكي؟ نحن ما نطول، 20 يوم شهر ونرجع. لا. ليش؟ ليش؟ لا بابا أعطيني بوسة. ما تقدرون تروحون معانا لانه الطريق طويل، فهمت علي؟ تتعبون. لا راح تقومون تلبسون لابسين انتو، اوديكم على بيت جدو. لا ليش؟ ليش؟ شنو هي؟ ما تقدر تروح معانا يا اما عبود انت ومهدي، ما تقدروا. لا لا انا اقدر. ما نعب ما نعب. تتعبون والله تتعبون. لا والله تتعبون جد؟ لا هو عنك، انت مسلمة؟ انت مو بطل؟ لا لا. طيب ليش؟ 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 لا طفي الكاميرا، طفيها. طفي الكاميرا. راح بدنا نسوي تحدي يعني. اسمع يا عبودي، طفينا الكاميرا، ما بس طول بالك، طول بالك. اما بدي له مو مقلب، مو مقلب، مو مقلب. مو مقلب. طفينا الكاميرا ها؟ جد؟ طفينا الكاميرا؟ لا. سولف معي، طفينا الكاميرا ها؟ جد اسمع. أدق على زلمة وسمعك صوته؟ إيه. يا أبو أحمد، عبودة بدي، مو مصدق إنه بدنا نروح، فهمت علي؟ مشغول الحز؟ يلا يعطيك العافية، ماشي ماشي، السيارة تستنى، يلا ماشي ماشي. يا عبودة الزلمة يقول لي مشغول، ما بده يحكي معك الحز. بعد شوي شنو هذا؟ بدي معاه. تحكي معاه؟ ايه. بابا يقول لي مشغول الزلمه. مو خلاص الحز. قوموا ولا اوديكم على بيت جدو؟ لا قوموا، يلا قوم انت تروح تطلع عند بيت جدو. انت تطلع عند بيت جدو؟ لا يلا. لا
السيارة عم تستنى بابا، الحز طوط السيارة. يلا مهدي مهدي قوم يلا قوم يلا يلا امشي مهدي امشي مهدي امشي امشي يلا تروح عبي جدو انت تروح عبي جدو ضل عندهم عبود قوم يلا يلا قوم يلا بابا لا انت بطل وزلمة مهدي تروح انت عبي جدو حاش تلعب بهاي حاش تلعب ليش تلعب بتركها هيك تروح عبي جدو انت بس قوم عبودة لحالة يعني ما تروح لحالة هلا معك عبودة اقوم ضحك مهدي بطل ضحك بيضل مهدي مهدي انت تضل انت بطل اوديه بستي ايه اوديك عبي جدو ايه يلا قوموا يلا والله بطلين انت والله بطلين يلا قوموا خلص قوم يلا قوم ما نعم نصور ما نعم نصور بابا انت زلمة دعك مهدي راح دعك مهدي دعك مهدي مهدي تروح لا لا روح لحالك يلا انت تضل عند الحبابة مو؟ ايه ايه وانت قوم يلا ضحك مهدي مهدي زغنون وراح ما نطول 20 يوم 10 20 يوم ونرجع يلا حبيبي اعطيني بوس اعطيني تعال خلنا نودع تعال ودعك مهدي اوه وش لاحظ عم يقول عم يفكر عم يفكر هذول عم يمزعون ولا جد مهدي تعال ودعك اعطيني بوس اعطيني بوس اعطيني ودعك انت بطل بدي اجيب لك العاب بس اجي بدي اجيب لك العاب بدي اجيب لك سياره ايوه اجيب لك العاب اخذ عبود معي وتضل انت لحالك لا يروح اخذ عبود معي وانت تضل لحالك عم بجدو امشي روح معاه تعال اعطيني بوسه اعطيني ودعك وودع عبوده تعال حبيبي عبوده ما تروح بس بدي اوديكم عم بيجدوا السياره عتزمك يلا انت ضب الاغراض يا معبود لا راح اوديهم وارجع يلا روح ودع الماما روح ودع الماما لا بدك تروح ما يلا يلا قول باي يلا قول باي قول لهم باي يلا امزح 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 مغلب مغلب وقف وقف دقيقة 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 تمام هدي 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 مغلب والله مغلب هدي 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 والله مغلب ولا مغلب هدي هدي اي مغلب مغلب دقتك معي دقتك معي دقتك دقتك معي خلاص يا عمري يا عمري يا عبودة يا عمري مهدي ما يفكرنا خالص مثلك هدي 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 اسمع 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 يا يا عبودة عبودة بو واحد من المتابعين بنت قالت لي سوي هالمقلب بيهم موتها موتها؟ ايه ليش؟ ايش؟ والله لا يموتك ما تخلينا نروح لحالنا؟ لا ليش؟ ليش؟ مسح دموعك نعم دموعه محلان دموعك غاليات علي محلى دموعك اعطيني بوسه انا بدي اسيب مقلب سيبي مقلب؟ ايه انا رديت المقلب انا لازم اسيبكم مقلب اقوى من هيك فهمت علي؟ لازم نزل عليك الجرس خليك تمشي على تفتح علي الغاز؟ ايه اذا كنت قداحة عليك خليك تحرق زماعة بدي شغل علي القداحة والغاز فهمت علي بدي يحرقني طبعا يا جماعة مهدي دحم على الكاميرا هيك فصلناها
ليش تضل تضحك على الكاميرا يا زلمة؟ انت ما فكرت ان ليش؟ انا اتركك. بدي اتركك انت لحالك وبدي اخذ عبوده. انت بدي اخليك عن بيت جدو لحالك 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 بدي اخليك لحالك لحالك. ومهدي عبوده بدي اخذه معايا. لا يا حبيبي يا عبوده. لا يلا يلا روح من هنا. ما أبوي سوى في مقلب. أحس مو مقلب. أنت بدك تضل وعبودة بدنا ناخده. أنت تضل عند حبابة. يلا قوم أوديك. قوم قوم. لا. قوم يلا قوم يلا. لا. ترى ودعك طول بالك. طول بالك أعطيني ودعك طول. مقلب مقلب. مقلب. يا سماعة عايشكيكم علي. أبوي هيسوي مقلب يا سماعة. طول مقلب. أنا ما عاد أصور معاك نهائيا. ضغطني معاك. أخذك معاي. بوسني. ليش تضربني؟ مو عيب؟ أنا زعلت ماني ماخذك معاي. ضغطني. قول لي آسف. آسف. أعطيني بوسة. تعال عبود أعطيني بوسة. تعال قلبي. والله يا جماعة ممكن هذا ما يفهم مثل عبودة. هذا ياخذ الامور انها طوزقه انه عادي. فهمت علي؟ اما عبوده دخيل ربك يا عبوده دخيل ربك. احبكم اثنين بس انت تعرف انت حنون اكثر منه. هذا يقول امشي نوح امشي اللوعه بيت الدو. يعني ما لك مفكر انه اذا رحنا وزجينا مو؟ لا بس ضربتي ثاني مره بدي ابيعك. لسه تضربني؟ لا بوسني. خلاص يا ويلي محلاها. طبعا يا جماعة والشخص اللي طلب الفيديو هاد شفتي رد فعل عبودة ومهدي. مهدي كان رده بطيء بس عبودة رده عنيف رده قوي. طبعا يا جماعة لهي وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى يكون نال اعجابكم. لا تنسون باللايك بالاشتراك تفعيل الجرس ونحبكم. نشكا دسكو باي.